يا الدنيا زحمة قوي النهاردة، الوقفة والمواصلات زحمة. أعلنت دار الإفتاء المصرية أن اليوم هو آخر أيام شهر رمضان المعظم، وغدا هو أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام والشعب المصري بألف خير. يا ليلة العيد أنا نسينا وجدت الأمل فينا، يا ليلة العيد. كل سنة وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا همام. وانت طيبه يا بدريه. لك انت عارفه بقى لخمه العيد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا ابني وفي صحه وعافيه. كل سنه وانت طيبين. وانت طيب يا حبيب. كل سنه وانت طيب يا همام. وانت طيبه يا تفيده. كل سنه وانت طيب يا همام. وانت طيبه يا عيشه. بكره الصبح هطلع عايد عليك. العيد والبيست جديد. يلا يا عم. كل سنه وانت طيب. خد يا مصر. لا. خد يا مصر العيدية. واحنا فين العيدية بتاعتنا؟ انا وانت طيب يا حميد. انت طيب يا بابا. بس انا طيب يا خالد. وانت طيب يا بابا. بس انا طيب يا هدى. وحضرتك طيب يا بابا. هي بتاعت عيد الفطر. وانا مش هتزود شوية يا بابا. ممكن اخد عيدية؟ كل سنة وانت طيب. وانت طيب. اوعى سعيد تبطل تاخد عيدية من امك مهما كبرت. كل عام وانتم بخير.